احنا بحي الشعار نزل صاروخ فراغ من طائره حربيه بالليل. طبعا الحصيله كانت 3 شهداء للاسف، وتقريبا حصيله اوليه 10 جرحى، وصار في حرائق بالابنيه السكنيه. كل بناء مؤلف من 5 طوابق، في دمار عده ابنيه. طبعا القصف صار على ابنيه سكنيه، مناطق مدنيين للاسف. طبعا نعاني كدفاع مدني من صعوبه العمل انقاذ في الليل، لانه الطيران بيستهدف نفس الموقع مره ثانيه، ما نحسن نشغل اضويه ابدا بسبب تكرار القصف على نفس الموقع.